تخافش على الأهلي. ما تخافش على الأهلي طول ما عندي إدارته هذا الحرص على المصلحة العامة وعلى هذا التلاقي الشديد مع كل الأهداف العامة لخدمة الوطن. ده كان كلام مهم جدا، تفاصيله في مقالي وما قالوا، رسالة الرئيس واستجابة الأهلي. امبارح في مؤتمر موسع حمل عنوان قادرون باختلاف، وكان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكرم أو بيحتفي أو بيدعم أبناء مصر من ذوي الهمم. اللقاء حمل الحقيقة رسائل كتيرة أو مهمة يا باشمهندس، يعني وضحت إن المسألة عايز نتكلم ولا استنى؟ طبعا الرئيس بيدي هذه الرسائل المهمة لاحتضان هؤلاء الأبناء. يمكن ده سبب المقدمة اللي أنا دخلت بيها. أيوه. جزء كبير منها. أيوه. إنما أنا بتفرج على المشهد يا أخي، كل يوم والتاني الدولة المصرية بقيادتها تحديد الرئيس السيسي بتدلنا حاجة نقعد نتأملها ونفخر بيها. مفيش اسبوع بيعدي بدون انجاز تتحدث عنه وتقول الله حصل ازاي وامتى واحنا ما احنا شوف بنعمل ايه والعالم كله. فبعد الانجازات المبهره ووصل التاريخ بالحاضر بالقدره المبهره بعد احتفالات طريق الكباش بالاقصر والملحمه الفنيه اللي بتبين قوتك الناعمه، ايوه، وبتبين هو انت ممكن يبقى تعمل ابهار انك تجيب شركات اجنبيه تعمل لك ابهار، ايوه، لكن لما يبقى عندك تاريخ ثري مش محتاج شركات اجنبيه، ايوه، انت محتاج ولادك المبدعين اللي هم مصدقين تاريخهم ومحاضرهم ومستقبلهم ومقتنعين بيه عشان يقدموا لك ابداع بطعم لا يمكن تشوفه الا في مصر. مين عنده هذا التاريخ يقدمه بالطريقه دي؟ فانت كان عندك القماش الحلو. أنط بقى ما بين إنجازات 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 إلى المشهد بتاع أمس. الرئيس يعني مؤتمر عايز يقول نقدر من خلال اختلافاتنا نوصل لإيه برعايته. وهنا بنخش إزاي هذا الرجل يعيش تفاصيل الحياة المصرية بتفاصيل دقيقة جدا. صحيح. بإشراف شخصي منه. وكل يوم يعمل لك حتة صغيرة كده لكن فيها توجيه كبير ودرس كبير. رسالة كبيرة قوي. الأطفال الأول ابتدى بالسيدات ودورهم العظيم، وبعدين يبتدي الشباب. النهاردة الشباب مؤتمرات الشباب لا تشوف الشباب كيف التحم دلوقتي ببلده في وقت من الأوقات كان وداخلين في سكة الغرب والمش عارف ايه والكلام اللي بيصدره لنا يشغلونا بيه وما بيطبقهوش هم حقوق انسان ومش حقوق انسان لا يطبقوا منه شيء في الغرب غير على حسابنا احنا. فلما اقتربوا من الرئيس وشافوا اهتمامه وشافوا المجالات اللي بيفتحها لهم وشافوا النهضه اللي بيعملها وشافوا قبل كل ده الشغل اللي شغله هو كان مستنسخ. ايوه يعني انت لما تشوف يوم الراجل ده انت تستغرب. هو في كم واحد؟ هو في كم سيسي؟ في كل اتجاه بتابع ده وده وده وده. لا تلاقيه مسافر بره وبعدين بيفتح لك مشروع هنا وبعدين بيعمل لك مؤتمر مش عارف ايه وبعدين بيرد على ايه بجهد سياسي وبعدين بيرد على ايه بيحضر كشف الهيئه بتاع الكليه الحربيه وكليه الشرطه اهتمام بالتفاصيل. فالناس بتصدق لا ده راجل ما بيهزرش ده بيشتغل فنشتغل. أيوة. فلما قلنا تعالوا نروح ونشوف ايه الحكايه لا هيعجبنا الكلام. ايوه. امبارح بقى خد من كل المشهد ده الخصوصيه بتاعت امبارح. احد الفئات اللي اهتم بيها اصحاب القدرات الخاصه. اللي هو عامل المؤتمر عشان يقول لهم كيف يمكن ان يكون جزءا منتجا في هذا البلد ونحترم اختلافاتنا ونقدر نستفيد من وجودهم ونريح لهم حياتهم وندي لهم بارقه أو طوق الأمل الكبير اللي يعني ناس كتير مش واخدة بالهم منه. ويأتي لحظة التوهج إنك الشاب قاعد قدام الرئيس اسمه أحمد. أحمد طارق. أحمد طارق هو بطل سباحة وبعفوية شديدة. نشوفه.
طيب نشوف أحمد طارق هذا السباح من ذوي الهمم لما تحدث مع الرئيس، وهنشوف برضو رسائل الرئيس اللي خرجت من هذا المؤتمر المهم جدا بكل ما فيه من حنو إنساني راقي جدا ومشاعر نبيلة قوي تدفع الجميع على الحرص على دمج هذه الفئة وكل أبناء المجتمع في بوتقة العائلة المصرية بكل هذا الحنو والتقدير. نشوف أحمد طارق في هذا الحوار اللطيف مع سيادة الرئيس. أنا بصراحة أنا سباح ونفسي يعني ألعب سباحة في النادي الأهلي. طب ما لازم لازم النادي الأهلي ياخدك دلوقتي يا أحمد، دلوقتي وإحنا قاعدين كده. خلاص أنت هتطلع من هنا على الميو على طول. لا وأحمد ما شاء الله كمان يعني مثقف وبيقرأ كويس وعنده معلومات هايلة كمان ومستمع جيد لكل محطات الإذاعة مش كده؟ مظبوط. وبتحب الجمبري ولا لا؟ خلي الموضوع ده بعدين بقى. طيب يعني النادي الاهلي تلاقيه دلوقتي كله فرحان انك انت تبقى عضو من اعضاء. طبعا ايوه طبعا، عشان انا سباح وبطل جمهوريه برضه حضرتك. صحيح. أيوة صحيح طبعا طبعا، كابتن محمود الخطيب بعت ابروف ده على طول دلوقتي. بس خلاص. لقطة بسيطة عفوية بتلخص علاقة عميقة جدا ورسالة أعمق واستجابة فورية، مش نتيجة بس إنها استجابة توجيهات ولكن اتساق كامل والتصاق كامل بفكر البلد اللي انت فيها. ما أنا بقول التصاق القيادة والمؤسسات والشعب بمختلف فئاته إيد واحدة. أي طبعا توجيهات يعني تنفذ، ولكن تنفذ بتقدير ورغبة حقيقية واتساق. ما هو ده دورنا، مش بس يعني قناعة مطلقة بهذا الدور يا أستاذ إبراهيم. النادي الأهلي يمارس دوره المجتمعي بترحاب، فلما يكون الدور ده بيكمل توجهات توجه الدولة. زي اللي حصل من السيد الرئيس وتوجه دولة، وبيدي مثل لهذا الشاب المؤكد ان في زيه كثيرين عايزين برضه يروحوا ويمارسوا رياضتهم في الاماكن اللي بيحبوها. ده خلاص ده 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 ده, ده عباره عن يعني زي قلت ايه كارت بلانش او 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 او, أو ضوء اخضر يبتدي الاهتمام الحقيقي بهذه الفئات. وهو موجود وعلى فكره موجود، ومصر بتحقق إنجازات أولمبية قوية جدا على مستوى العالم، لكن تحت رعاية مباشرة بالشكل ده يعني يفعل هذا الدور جدا ويخلي الرسالة كمان واصلة للكل، لأن القضية مش في أحمد طارق بس. أحمد طارق شاب موهوب، شاب عنده قدرات، عنده رغبة، عنده ميول رياضية. القضية في كل من هم على هذه الحالة والظروف اللي محتاجين دمج حقيقي مع المجتمع. احنا سمعنا سنوات طويلة جدا من رعاية المعاقين ذهنيا، من رعاية المعاقين طرفيا وحركيا، وما كناش بنشوف هذا الحرص الحقيقي في دمج هذه الفئات في نسيج المجتمع بكل هذه الهمة وهذا الحنو. عشان كده رسالة الرئيس تلقفها الكابتن محمود الخطيب سريعا وكان على التليفون مع الأستاذ أحمد موسى. نشوفه قال إيه. بداية بس اسمح لي بس ان يعني اشكر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الكامل بكل شرائح المجتمع وعلى الحقيقة حرصه الكامل على التنمية في كل مكان في البلد يعني. نعم. الحقيقة الامر محسوس ومن الناس كلها حاسة بده. فأنا بشكره جدا ان النهاردة وانا بتفرج على المؤتمر حسيت باحساس كده، الاحساس العائله المصريه نعم، ان احنا كلنا عائله واحده والناس كلها قريبين من بعض، والبساطه اللي بيتكلم بيها سياده الرئيس مع احد ابنائنا يعني حتى الولد يحس بيتكلم بطلاقه كده وبيضحك وبيهزر. نعم. فده طبعا احساسه وشعوره ان بيتكلم مع والده يعني. نعم. أنا بشكره جدا على حتى أسلوب المناقشة وطريقة المناقشة اللي موجودة يعني أبوية، يعني ما حسيتش فيها أبوية.
طبعا في نفس الوقت كمان بشكره، لان فعلا يعني الحقيقه حتى الحمد لله يعني حسيت فيه من بلد بيتغير في اتجاهات كثيره. صحيح، ان شاء الله تكون كل التوفيق باذن الله لبلدنا، ودايما في ازدهار ودايما في تنميه باذن الله. كابتن محمود اتفضل اتفضل. الجبال لابننا احمد طبعا بعد ما سمعت الحوار دوت كلمت الاداره التنفيذيه في النادي وقلت لهم من فضلكم كلموا يعني هاتوا طبعا تليفون احمد، و انا حقيقه تواصلوا معاه خلاص مع والدته، وان شاء الله هو بكره في النادي الساعه 1 عندنا باذن الله. نعم. تلبيه رغبه يعني ابننا اعتقد ان دي ممكن تساعده في حياته، ممكن تديله يعني يعني تزود من تحديه لما هو فيه يعني. نعم. وكمان يا استاذ احمد مش عايزين ننسى ان اولادنا دول في الحقيقه من ذوي الهمم عندهم تحدي كبير جدا جدا. نعم. التحدي دوت كان ظهر كمان في اخر بطوله طوكيو الاخيره. حققوا حاجات كتير جدا. نعم. حققوا حاجات لنفسهم لذاتهم ولبلدهم. نعم. فاعتقد ان هم يعني محتاجين مننا كلنا احنا نكون يحسوا بينا ويحسوا ان احنا واقفين معاهم. وفي نفس الوقت مع اولياء امورهم، لان اولياء امورهم طبعا بيعانوا معاناه كبيره جدا. نعم. فلازم احنا جميعا كل اللي يقدر يعمل حاجه يقدمها، يا ريت يقدمها يعني. ان شاء الله. طبعا الكابتن الخطيب تقريبا بطريقته قال الكلام اللي انا حاسس بيه واللي حضرتك حسيت بيه والناس كتير جدا حاسس بيه وهي تشهد هذا المشهد، ولخصه في جمله ان مصر كلها تشعر كانها عائله واحده. هذا الحنو الأبوي والحديث العفوي مع شاب لامع الذكاء. خدت بالك وهو الرئيس بيقول له أنت بتحب السيفود والجمبري؟ قال له ده موضوع نشوفه بعدين. أشرف عدنان بيقول له بتحب الجمبري؟ قال له ده بعدين. نعم يعني الجو كان جميل. أيوه. وتلقائي وصادق، وبنفس الصدق كان كلمات الكابتن الخطيب وهو يعبر عن سعادته بهذا التكليف الذي يلقى صدى موجود عندنا. احنا سعداء بان احنا نلعب الدور ده كنادي اهلي. فلما يتم اختيار النادي الاهلي ان يكون هو في هذه المبادره، والله ده شيء جميل جدا. واعتقد ان اللقطه بتاعت امبارح دي بتختصر مسافات طويله جدا في شرح امور ببساطه وعمق، وتخلي الناس مصدقه يعني ايه مصر دي كلها عيله واحده، نسيج واحد. طيب ازاي النادي الاهلي هيمنح احمد طارق فرصه ممارسه السباحه في النادي الاهلي؟ هنشوف الكابتن الخطيب كمل مع الاستاذ احمد موسى في السياق. كابتن محمود، احمد هينضم على طول لفريق السباحه، وهل هيبقى فيه عضويه في النادي الاهلي ولا عضويه شرفيه؟ ايه اللي قدامكم وايه اللي حضرتك؟ عضويه رياضيه. رياضيه. رياضي. راجل رياضي. وهينضم على عضويه رياضيه. طبعا بيساعدنا دوت بتوجيهات السيد الرئيس يعني. نعم. فدي عضويه رياضيه عشان يمارس الحاجه اللي بيحبها في الوقت اللي هو مع زمايله. احنا عندنا مجموعه كبيره من دوت من ذوي الهمم يعني. نعم. اعتقد ان احنا بكره جايبين المسؤول عن اللجنه المسؤوله عن ذوي الهمم مع مدير النشاط الرياضي مع مدير السباحه في النادي، بحيث ان هم يرسموا له بقى الطريق ان شاء الله، ان هم يحطوه على اول الطريق باذن الله ويمارس الحاجه اللي بيحبها مع النادي اللي بيحبه على طول باذن الله. كانت مفاجاه بالنسبه لحضرتك وحضرتك بتتابع كده والنادي الاهلي وانا عايز اروح النادي الاهلي؟ انا والله اتفاجئت نفس الابتسامه بتاعت السيد الرئيس وبتاعت احمد كمان. انا فاهم الموضوع يعني، لكن لقيت الولد الحقيقه احمد مهتم قوي، وانا احب طبعا ببقى سعيد جدا بده. وكده عايز برضه اقول حاجه مهمه كمان. صادر. يا استاذ احمد كمان. صادر. النادي الاهلي منذ تاريخه يعني 1907 النادي الاهلي هو نادي يعني الحقيقه الوطنيه، يعني نادي بيحب دايما او نادي وطني يعني نادي الاهلي اهلنا يعني. نعم. النادي الاهلي واجب عليه اتجاه من كل دور تجاه المجتمع، مش بس رياضيا وثقافيا وانسانيا. ده النادي الاهلي، ويجب النادي الاهلي يتواجد في كل المناسبات اللي ممكن تمس المجتمع ككل، ويتعاون مع كل مؤسسات الدوله اللي رفعت بلدنا باذن الله، ودايما بلدنا في ازدهار وتنميه ان شاء الله. وده معنى مهم جدا ختم به الكابتن الخطيب، قال له طبعا هيبقى عضو رياضي عشان يمارس الرياضه اللي بيحبها في وسط المجموعه من اصحاب من ذوي الهمم
احنا من 2005 2006 عندنا هذا النشاط، ولكن بيلقى اهتمام موسع في الفترة الأخرانية. فترسيخ هذا المعنى بيؤكد ان قد ايه يعني النادي كان سعيد بهذه المبادرة، لانها بتتوافق مع يعني معتقدنا او قناعتنا بهذا الدور. يعني ما اجمل هذا الاتساق، وما اعظمه من توجيه. يعني ده فعلا ما اعظمه من توجيه وما ارفعه من توجه. بعد